بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني السلام عليكم. جئت نوجه لكم رسالة للشعب الجزائري والأمة الإسلامية. إخواني الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تدعو بالصدقة. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة ترفع البلاء. لو كان كل بيت جزائري يتصدق بحاجة صغيرة، ربي راح يرفع علينا هذا البلاء إن شاء الله. نستعين بالدعاء والتوبة والاستغفار. حبيت نقول لكم حاجة إخواني، إذا حبينا نصلي التراويح في المسجد في شهر رمضان إن شاء الله، لازم نبقى في ديارنا باش نعجلوا في فتح المساجد. ما ننساش أن نوجه تحية تقدير كبيرة الأطباء في المستشفيات، نقولهم رانا فخورين بكم بزاف. في الأخير دعوا معي إخواني: اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام يا أرحم الراحمين. اللهم إنا احفظنا واحفظ الجزائر واحفظ كافة بلاد المسلمين، أنت خير الحافظين يا رب العالمين. آمين. في الأخير الزموا بيوتكم جزاكم الله، الزموا بيوتكم جزاكم الله. السلام عليكم.